معاوية مرة أخرى عندما نتحدث عن الدولة وتدخلها بالعقيدة. معاوية عاصر هرقل، وهرقل بعد انتصاره على الساسانيين حاول أن يبدل العقيدة المسيحية وفرض القلقذونية على أهل الشام وعلى مناطق أخرى. حمدا لله أن لدينا قرآن، لم يتجرأ لا معاوية ولا أبو جعفر المنصور من بعد تغييره وتبديله. وعلى ضوء القرآن علينا أن نعيد النظر بما يسمى بكتب السنة، بالمرويات وبوقائع التاريخ، ونحدد من هو السني.